مسد يدعو لحوار سوري بين القوى الوطنية لبناء دولة ديمقراطية لا مركزية. لنتابع التقرير. 12 عاما مرت على بدء الحراك الشعبي في سوريا، ولم يحقق السوريون أهدافهم في الحرية والديمقراطية، بل زادت معاناتهم عما قبل عام 2011 بعدما استغلت الأطراف والقوى الإقليمية والدولية ظروفهم لتحريف الحراك السلمي نحو التسليح بما يناسب أجنداتها، لتقطع بذلك أوصال الشعب السوري وتلهيهم عن أهداف الحراك بشتى أنواع الأزمات التي تشهدها البلاد اليوم. أؤكد انحيازنا الكامل إلى الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته في مطالبته وسعيه إلى الحرية والكرامة. مجلس سوريا الديمقراطية، أحد أكبر القوى الوطنية المعارضة في سوريا، دعا في بيان بمناسبة الذكرى 12 لبدء الحراك الشعبي كافة القوى الوطنية الديمقراطية للدخول في حوار سوري سوري من أجل بناء دولة جديدة ديمقراطية لا مركزية، بعيدا عن القمع والاستبداد والإقصاء المتمثل في الحكم المركزي، مشددا على ضرورة العمل للتغلب على الخلافات السياسية المفتعلة لمصالح إقليمية ودولية. ندعو كافة القوى الوطنية الديمقراطية الفاعلة للانخراط الجسور في حوار سوري يهدف لتأسيس رؤية مستقبلية جديدة لسوريا كهوية ودولة، لتجاوز أخطاء الماضي وتقديم السوريين كفاعلين سياسيين متحدين في الهدف والغاية على المستوى الوطني ومؤثرين على المستوى الإقليمي والدولي، ومتضامنين لبناء سوريا دولة ديمقراطية لا مركزية تحقق الكرامة والحرية والرفاه. بيان مسد طالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين في تحقيق مطالبهم في التغيير الديمقراطي والجذري وتحقيق السلام والأمان والكرامة، لافتا أن ثورة السوريين ضد الظلم والاستبداد ورغم تعثرها في تحقيق أهدافها فإنها حققت منجزات وصفها بالتاريخية، تمثلت بتحطيم أصنام الفكر والسياسة وامتلاك الثقة بالنفس والقدرة على الفعل. إن الثورة السورية وإن تعثرت في كفاحها المرير لتحقيق أهدافها، وذلك لتداخل عوامل ذاتية وموضوعية حرفت مسارها وجيرتها لخدمة مصالح وأجندات لا علاقة لها بطموح السوريين وحلمهم، إلا أنها حققت منجزات تاريخية تمثلت بتحطيم أصنام الفكر والسياسة أولاً وامتلاك الثقة بالنفس والقدرة على الفعل ثانياً، وهما مكسبان يجب ألا نسمح بفقدهم. دعوة مجلس سوريا الديمقراطية السوريين للحوار تأتي في وقت يواصل المجلس جهوده لإيجاد صيغة مشتركة تجمع القوى الوطنية في جسم معارض موحد يضمن إيجاد حل ينهي الأزمة السورية والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها المهددة من قبل دول إقليمية على رأسها تركيا التي تحتل مناطق شاسعة في الشمال السوري. للمتابعة من شمال وشرق سوريا، أرحب بإياد الخطيب عضو المجلس العام في حزب سوريا المستقبل. أهلا بك سيد إياد في برنامج حديث اليوم وعلى شاشتها. إلى أين وصلت مسد اليوم في دعواتها؟ القوى في المنطقة، الأحزاب في المنطقة في دعواتها، كيف تقابل هذه الدعوات سيد إياد؟ في البداية مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. حقيقة يعني منذ عام 2018 تسعى مسد إلى تنظيم مثل هذه الحوارات، وكانت هناك مؤتمرات في عنيسة وبالطبقة وغيرها تدعو إلى الحوار السوري إلى حل الأزمة السورية. اليوم نحن كقوى وطنية وقوى معارضة أمام استحقاق شعبي كبير بعد مضي 12 عاما من المعاناة السورية ومن المأساة السورية، يجب على القوى الوطنية والتي تؤمن بالحل الوطني أن تتضافر جهودها وأن تسعى كافة الأطراف إلى مثل هذه الحوارات لإنهاء معاناة الشعب السوري ونقل سوريا إلى ما يطمح إليه الشعب السوري منذ حراكه في عام 2011. مساعي مجلس سوريا الديمقراطية حثيثة على كافة الجبهات، يعني هناك كانت مساعي بالتواصل مع المعارضة الوطنية الموجودة في أوروبا والمعارضة الوطنية الموجودة في الداخل السوري، ومع المعارضة أيضا الشخصيات الوطنية والتي تؤمن بالحل الوطني الموجودة في مناطق شمال وغرب سوريا،
هناك اتصالات حثيثة وهناك مساعي كبيرة لعقد مؤتمر، يعني كانت الفكرة سابقا هي عقد مؤتمر وطني شامل يجمع جميع القوى والأطراف للجلوس على طاولة حوار وطني تحت سقف الوطن. سيد إياد، سيد إياد هل تسمعني؟ طيب، على ما يبدو بأنه في مشكلة بالاتصال أو فقدنا الاتصال مع السيد إياد، سنحاول معاودة الاتصال. طيب، اليوم في الذكرى 12 من بدء الحراك الشعبي أو مرور 12 عاما على بدء الحراك الشعبي أو الحراك الشعبي في سوريا، كان هناك عديد من التحولات السياسية، المتغيرات على الأرض ميدانيا، هناك العديد من الأطراف الإقليمية أو الدولية المتدخلة في هذا الملف، كان في دعوات أيضا من قبل اليوم قوى في المنطقة وهي يعني مجلس سوريا الديمقراطية بأن يكون هناك حوار وطني شامل يدعو جميع القوى الوطنية في سوريا للجلوس على طاولة واحدة. كان هناك مشروع لدى مسد أو مجلس سوريا الديمقراطية بتشكيل كتلة سياسية موحدة من السوريين سواء كان في الداخل أو الخارج من المعارضة السورية، بالتالي أن يكون هناك في خط سياسي معين بدل أن يكون هناك تباينات بين العديد من السوريين أو القوى السورية المختلفة في سوريا. كيف أثرت اليوم مجلس أو مسد أو كيف أثر مجلس سوريا الديمقراطي في مسار السياسي في سوريا؟ ما هي وجهة النظر أو ما هو الحل بوجهة نظر مجلس سوريا الديمقراطية، حل يعني الأزمة السورية، الملف السوري كيف من الممكن أن يحل خاصة مع التطورات الأخيرة؟ هناك تقاربات طبعا عربية مع سوريا، هناك أيضا محاولات من قبل حلفاء سوريا أو حلفاء الحكومة السورية كإيران، روسيا، هناك محاولة من قبل النظام التركي للتطبيع مع دمشق، ولكن بالمقابل دمشق لديها شروط بأن تخرج اليوم تركيا أو قوات الاحتلال التركي من سوريا. كيف ستؤثر كل هذه المتغيرات على دعوات القوى السياسية في سوريا؟ كيف تؤثر هذه التقاربات اليوم على الخط السياسي لهذه القوى السياسية في سوريا، على مجلس سوريا الديمقراطية؟ طيب، على ما يبدو بأنه يعني في مشكلة معينة مع السيد إياد بالاتصال من المصدر، لذلك طيب سيد إياد هل تسمعني؟ نعم اسمعك. طيب سيد إياد، كيف أثرت، كنت تتحدث عن محاولات مسد منذ بداية تشكيل مجلس سوريا الديمقراطية، محاولات مسد لأنه يكون هناك خط سياسي معين تسير عليه اليوم القوى في سوريا، إيجاد حل سياسي في سوريا، كيف أثرت اليوم مسد على مسار الحل، على الحل السياسي أو على المتغيرات السياسية في سوريا؟ يعني حقيقة مجلس سوريا الديمقراطي مشكورا يعني منذ تأسيسه إلى الآن يسعى إلى الحلول، حل الأزمة السورية تحت أجندة وطنية وتحت سقف الوطن دون الإملاءات الخارجية ومنع الأجندات الخارجية من التدخل والعبث بالقضية السورية. وهذا يعني جل معاناة مجلس سوريا الديمقراطي بإقناع الأطراف أن الحل السوري، حل الأزمة السورية يجب أن يكون سوري سوري بحوار سوري مفتوح بين كافة الأطراف المتصارعة أو المتنازعة حاليا داخل الجغرافيا السورية. ولذلك المساعي مع جميع الأطراف، مع حتى الشخصيات المحافظة المستقلة المؤمنة بالحل الوطني، يسعى مجلس سوريا التواصل مع جميع الشخصيات المعارضة ذات الأجندة الوطنية المؤمنة بالحل الوطني. طيب، جاء في بيان مسد ودعوا اليوم السوريين إلى ترك أخطاء الماضي أو تجاوز أخطاء الماضي، جمع السوريين اليوم على طاولة واحدة تحت قبة واحدة، هل بات ممكنا في هذه النقطة؟ وهل تم إدراك أساسا من قبل كل السوريين بمختلف أطيافهم هذه النقطة؟
يعني اليوم جمع السوريين بالأساس السوريين كانوا تحت مجموعين سابقا. من الذي فذق السوريين؟ يجب علينا أن نعلم من هم الذين فذقوا السوريين، حين نبعد أسباب التي أدت إلى تفرق المجتمع السوري حين نستطيع أن نجمع هذا الأطراف جميعها. هناك الأطراف الخارجية، الأجندات الخارجية، هناك المعارضة المرتهنة لتركيا، الحكومة السورية التي مرتهنة أيضا للقرار الإيراني والقرار الروسي. حين نبعد الأجندات الخارجية التي تعبث في القضية السورية والتي تعبث في المأساة وهي سبب المأساة السورية، نستطيع أن نجمع السوريين تحت سقف واحد وأن نصل إلى حل سوري دون إملاءات خارجية أو بما يخدم مصالح الدول الإقليمية أو الخارجية، وجميع الحلول التي يعني تتدخل بها الدول الخارجية بالأساس لا تخدم الشعب السوري. الفكرة التي يطرحها مجلس سوريا الديمقراطي للحل وهو فكرة اللامركزي والفيدرالي هي الفكرة الأقرب إلى الحل السوري. اليوم نحن في ظل أزمة طويلة من النظام السياسي، نظام الحكم الشمولي، نظام الحزب الواحد الذي حكم لعقود طويلة. يجب أن نخرج من هذا القالب وننتقل إلى الديمقراطية بطريقة التي يطلقها. طيب سيد إياد، يعني هذه النقطة المهمة، نقطة اليوم بناء دولة ديمقراطية على أساس النظام اللامركزي. بحسب تعريف النظام اللامركزي بأنه كما تفضلت أنه في تشاركية، في تعددية، ولكن اليوم يتم الإشارة إليه من قبل أطراف عديدة على أنه هو انفصال، هو شر مطلق. لماذا ذلك؟ هل من الممكن أن تعود سوريا لما قبل عام 2011؟ حين لا نفهم المركزية بشكلها الصحيح وحينما نريد أن نبتعد عن الحل نطلق الاتهامات ونطلق يعني بشكل عبثي. من يصف هذه التجربة بأنها شر مطلق هم الأطراف الذين لا مصلحة لهم بتطبيق هذه التجربة. هم النظام السوري الذي يتمسك بسياسة الحكم المطلق له والسياسة الشمولية في الحكم، الأطراف الخارجية وعلى رأسها دولة الاحتلال التركية التي لا تريد إيجاد حل أو صيغة حل في داخل الجغرافيا السورية. حين اللامركزي من شأنها أن تحفظ لكافة الأطراف خصوصيتها وبنفس الوقت نحافظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية ككل من خلال الانتقال إلى النظام اللامركزي. حافظنا على خصوصية وفي نفس الوقت حافظنا أيضا على وحدة الجغرافيا. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من شمال وشرق سوريا، عضو المجلس العام في حزب سوريا المستقبل السيد إياد الخطيب، شكرا جزيلا لك من جديد. مشاهدينا، مع نهاية هذا المحور وصلنا لنهاية الحلقة. أشكركم على طيب وحسن المتابعة، إلى اللقاء.